القط الذكر في موسم التزاوج. لو حضرتك عندك قط ذكر في موسم التزاوج هتلاحظ عليه تغير في السلوك، وهتلاحظ عليه التالي. أول حاجة هتلاحظ إن القط ده بيحاول الهروب من المنزل بأي طريقة. ليه؟ عشان يروح يقابل الأنثى. تاني حاجة هتلاحظ في قلة في الأكل وفي فقدان للشهية. تالت حاجة هتلاحظ توتر وقلق واضطراب على القط. رابع حاجة هتلاقي إن القط بيتبول في أنحاء كتيرة ومتفرقة من المنزل. خامس حاجة هتلاقي إن البول ده رائحته كريهة جدا، لكن الرائحة الكريهة جدا دي هي اللي بتجذب الإناث للتزاوج.